انت اللي مين يا بنت وجبت مفتاح البيت ده منين؟ ده بيتي. بيتك؟ لا والنبي، البيت ده مهجور ومقفول بقاله 10 سنين يا بنت. ايوه انا فتحته النهارده، انت مالك؟ بقول لك ايه يا بنت، ورحمه ام انا روحي في مناخير، ما تخلينيش اعملها معاك على المس. رياض ايه يا ابني؟ طبعا بيتها. ازيك يا اسيل يا بنتي، تعالي سلمي على عمك. ازيك يا عم حامد؟ ازيك انت رياض؟ ايوه ده رياض ابن عمك، وده طاهر ابن عمك. اول ما بلغني انا جيت على طول. ازاي يا بنتي تيجي الفيوم من غير ما تعدي علينا كده؟ معلش يا عم، والله انا من ساعه ما جيت وانا ملطوطه في مشاكل. عمك انت اسيل بنت عم سليم؟ ايوه يا رياض. معلش رياض، ده اصل ده محامي شويتين، طالع لعمتك فاتن، لكن ما عندوش نص عقلها. يلا يا رياض، يلا يا طاهر، فين شغلك عشان يودوهم على البيت وتيجي معانا؟ معلش يا عم، والله انا فعلا كنت عايزه اجيلك، بس ممكن تخليني النهارده ابات بس في البيت. بات ازاي يا بنتي؟ البيت مهجور بقاله مده، ده انت قلبك جامد قوي، ازاي الكلام ده؟ وبعدين يعني يا بنت عمي، ما يصحش برضك انك تباتي في العفر والتراب دي، ممكن يطلع عليكي عقارب ولا عناكب. خلاص يا طاهر يا ابني خلاص، ده قلبها جامد، هلاليه زيكم. ايوه هلاليه. براحتك يا بنتي، يلا يا اولاد يلا. اتفضل يا حاج حاتم، اتفضل.